السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب وطلبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا وسهلا بيكم. حلقة جديدة من حلقة برنامجكم شرح ماس. النهاردة بإذن الله هناخد الجزء الباقي من يونت 7 اللي هو من أول بارت 10 تو 16، واللي بيتكلم عن dividing by one digit divisor. طبعا درس النهاردة من الدروس المهمة جدا، فيها برضو بعض الاستراتيجيز تعتبر شبيهة بالاستراتيجيز بتاعت الملتبلاي، بس الفرق هنا ان انت بتعمل ديفايد مش ملتبلاي. تمام، يا ريت لو ما كنتش مشترك معانا تنزل تضغط على زر الاشتراك، وطبعا فعلوا الجرس ضروري عشان لو اي فيديو نزل يجيلكوا على طول اشعار بيه، وما تنساش تضغط لايك. ويلا نبدأ الدرس. اول حاجة هنتكلم فيها النهاردة يعني ايه ديفايد، او مكونات مسألة الديفايد. الديفايد زي ما احنا عارفين انها عبارة عن بقسم نمبر على عدد من الارقام. يعني انا مثلا لو معايا 24 باوند وعايز اقسمهم على 6 ستودنت مثلا، فبعمل ايه؟ بقول 24 ديفايدد 6 ايكوال 4. تمام، او اقول 6 تايم كام تديني 20 ايه؟ تديوني 24. وطبعا الموضوع ده احنا عارفينه. طيب في نقطة لازم نعرفها، ان مكونات عملية القسمة اللي هي الديفايد ليها اسماء. يعني النمبر الاولاني ده ليه اسم، والتاني ليه اسم، والتالت ليه اسم. النمبر الاولاني ده اسمه ديفيدند، اسمه ديفيدند. واحد يقول لي يا مستر طب الاسماء هنستفيد بيها؟ اه هتستفيد بيها، لانه ممكن يجي في الامتحان بدل ما يقول لك 24 ديفايد 6 هيقول لك الديفيدند از كذا، وبعد كده يجي على النمبر اللي بعده اللي هو اسمه ديفيزور، ماشي، وطبعا الريزلت اسمه كوشنت. يقول لك الديفيدند از كذا والديفيزور از كذا فايند ذا كوشنت، او الديفيدند از كذا والكوشنت از كذا فايند ذا ديفيزور. يبقى لازم نكون عارفين الايه النيمز بتاعت كل جزء في عمليه الايه الديفايد. طيب لحد كده كويس قوي، ديفيدند ديفيزور اند كوشنت. طيب ايه الجديد بقى يا مستر؟ دلوقتي احنا عارفين ان ال 24 في التيبل 6، فهنقول 24 ديفايد 6 ايكوال 4 او ديفايد 4 ايكوال 6. جميل، لو انا جيت اقول لك بقى 25 ديفايد 6، هتقول لي يا مستر دلوقتي ال 25 مش في تيبل 6. كنا قبل كده بنقول ما تنفعش يتعمل ايه ديفايد. لا دلوقتي هنقول ينفع. ازاي يا مستر؟ هنعمل ديفايد عادي بس لأقرب رقم، لأقرب رقم. يعني 25 ديفايد 6، ماشي، هنشوف أقرب حاجة في تيبل 6 لل 25. تمام؟ هيدينا رقم. طب يا مستر ما كده مش الرقم كله خدته. اه هيتبقى عندي حاجة بس اسمها ايه؟ اسمها ريميندر. ده الجديد بالنسبة لي الريميندر ده. تمام؟ طبعا ده إن شاء الله هنتكلم عليه دلوقتي، وهنتكلم كمان على الاستراتيجيز اللي انا قلت لكم عليها. تعالوا نبدا باول اكزامبل عندنا. 15 divided by 4، ال 15 ديفيدند، ال 4 ديفيزور، الريزلت 3 اللي هو كوشنت، وفي ريميندر 2، الريميندر اللي هو الايه؟ الباقي. ايه يا مستر جت ازاي؟ تعالوا نشوف. 15 divided 4، هل في حاجه في تيبل 4 تديني 15؟ طبعا هتقول لي لا. اقول لك طب هات لي اقرب رقم في تيبل 4 لل 15. في واحد هيقول لي يا مستر 4 تايم 4 ايكوال 16، ال 16 قريبه من ال 15. هقول لك لا، في نقطه لازم تاخد بالك منها، لازم يكون سمولر ذان الايه الديفيدند. لازم الريزلت اللي هجيبه سمولر ذان الديفيدند، اصغر من الديفيدند. هتقول لي 4 تايم 2 ب 8، اقول لك اند كلوزر وقريب. يبقى في شرطين، يكون smaller than the dividend and closer، وقريب قوي منه. يبقى اقرب حاجه 4 تايمز 3 بكام؟ ب 12، لان 4 تايم 4 ب 16 اكبر. لا يبقى 4 تايمز 3 ب 12، 12 وقريبه من ال 15. طيب دلوقتي قلت لي 15 ديفايد 4 ايكوال 3، ماشي، لان 4 تايمز 3 ب 12. طيب دي 15 يا مستر، مظبوط. فكده في ايه؟ في باقي. كده في ايه؟ في باقي. الباقي كام؟ 3. طبعا هنا الكتاب غلط، كاتبها 2، هي المفروض تبقى 3، لان 4 تايم 3 ب 12
ماشي 12 من 15 هتبقى ايه؟ هتبقى 3، يبقى المفروض الريميندر 3. تمام، يبقى الباقي عندي كام؟ الباقي 3. طيب تعالوا نجيب اكزامبل كمان. 25 divided by 4. هي. اول حاجه هنكتب كل نمبر في مكانه. فين الديفيدند؟ شطار، ال 25 والديفيزور ال 4. الكوشنت الاجابه كام؟ هي. هل 4 طيب حاجه تديني 25؟ طبعا هتقول لي لا، مفيش حاجه في تيبل 4 تديني 25. طب اقرب رقم كام؟ 4 تايم 5 مثلا ب 20، 4 تايم 6 ب 24. ايوه هي دي، يبقى الكوشنت 6، لان 4 تايم 6 ب 24 ودي 25، يبقى الدقه كام؟ ايه شطار 1. تعالوا على اللي بعديها. 30 ديفايد 6، هنكتب كل واحد مكانه. هنا 30، هنا 6. طبعا 30 ديفايد 6 على طول الريزلت 5، يبقى مفيش ايه؟ هي. مفيش ريميندر، فنحط هنا ايه؟ نحط 0. نيجي على اللي بعديها. 28 divided by 5، نكتب هنا 28، نكتب هنا 5 ونعمل ديفايد. 5 تايم كام ب 28؟ اقرب حاجه في تيبل ال 5 لل 28 هي ال 5، عشان 5 تايم 5 ب 25، وال 25 قريبه من الايه؟ ب 28. فرق بس كام؟ هي. فرق 3. شاطر. تمام؟ طيب 16 divided by 3، نكتب هنا 16 وهنا 3. 3 تايم كام ب 16؟ اقرب حاجه 3 تايم، ها 3 تايم 5 شطار ب 15، ودي 16، يبقى الديفرنت 1. نيجي على اللي بعديها، نكتب 15 و 2، وبعد كده نشوف 2 تايم كام ب 15. طبعا 2 تايم 2 تايم 7 شطار ب 14، ويتبقى برضو ايه؟ ويتبقى 1. لازم نخلي بالنا من حاجه مهمة جدا، ما ينفعش الريميندر يكون قد او اكبر من الديفيزور. ما ينفعش الريميندر يبقى قد الديفيزور او اكبر منه. خلاص، ننتقل لجزء تاني من درس النهاردة، واللي هو pattern and place value and division. ايه بقى اللي هنستخدمه في الجزئية ديت؟ هنستخدم dividing of multiple of 10. dividing by multiple of 10 يعني ايه؟ تعالوا نشوف. اول حاجه عندنا، لما اجي اقول لك هنا 400 divided by 5، 400 divided by 5 هعمل ايه؟ هاخد اخر ديجيت اللي هو ال 4. هل ينفع اقول 4 divided 5؟ طبعا هتقولي لا. هقول لك خلاص خد الزيرو اللي جنبها معاها، بقت كام؟ ايه بقت 40. 40 divided 5 ب 8، صح؟ اتبقى هنا زيرو، احطه قدام الاجابه يبقى 8. تعالوا كده على اللي جنبه عشان نفهم برضه. 2400 divided 4، طبعا ال 2 ما تنفعش، فناخد ال 24. 24 divided 4 equal 6، ونحط الايه؟ ونحط الزيرو هنا. تعالوا على الاكزامبل تحت اهو. هنا عندنا 4500 divided by 9، ماشي؟ يبقى نعمل ايه divided ايه؟ جميل، هنعمل 45 divided 9 تديني 5. طب يا مستر لسه زيروهين، اقول له اه، هقول له هكتب ال 5 وقدامها الزيروهين، ده الاجابه. يبقى احنا كده اختصرنا، يبقى لما يجي لي مالتيبل اوف 10 تبقى الموضوع سهل في الايه؟ في الديفايد. نيجي على اللي بعديها. 15000 divided by ايه؟ divided by 5. هناخد ال 15 divided ايه؟ 5 هتديني 3، وبعد كده اكتب ال 3 والزيروهات دهيت اللي هي ايه؟ 3 زيروهات، تبقى 3 1000. نيجي على اللي بعديها. 8000 divided by 4، طبعا ال 8 هنا تنفع divide 4، فهعملها عادي مش محتاج ان ناخد اللي جنبها، هيتبقى 2، وهنا 3 زيروهات اكتبهم يبقى 2000. طبعا اللي هعمل عليه خط بالاسود كده هو وكل اللي تحته هسيبه لكم انتوا تحلوها. يعني كل جزئيه في الدرس هشرح جزء منها واسيب لكم جزء انتوا تحلوه. نيجي على الاكزامبل اللي بعده. أول حاجة عندنا 22400 divided by 8. طبعا ال 2 هنا هنلاحظ إنها أصغر من ال 8، يبقى ما ينفعش آخد اللي جنبها معاها، تبقى 24 divided by 8 equal 3، ونحط الإيه؟ ونحط الزيروهين. نيجي على اللي بعده. 2000 divided by 4، 2 divided 4 ما ينفعش، يبقى ناخد 0، تبقى 20 divided
4 equal 5 ونحط الايه؟ ونحط الزروهين. 1 divide 5 ما ينفعش ناخد ال 10 divide 5 ب 2 ونحط الايه؟ التلات زيروهات. 3 divide 6 ما ينفعش، اوعى تقول لي 2 ال 3 اصغر من ال 6 ما ينفعش، لازم الكبير divide الصغير او يكونوا قد بعض. يبقى ناخد اللي جنبه تبقى 30 divide 6 equal 5 ونحط الايه؟ الزروهين. تعالوا على الورد بروبلم. 1,100 workers need to go to work on Monday morning at 7 o'clock and they all want to go by metro. Each metro train consists of 9 cars. If every car accommodated 90 persons, can all workers ride the same metro to go to work? طيب تعالوا نحلل السؤال كده بالراحة. احنا عندنا 1,100 workers عايزين يركبوا مترو. المترو فيه 9 كارز، الكار الواحدة بتاخد 90 بيرسون. أنا ماليش دعوة بعدد الكارز دلوقتي. ليه دعوة بعدد الإيه؟ البيرسونز اللي بتحطوا فين أو اللي السعة بتاعة العربية الواحدة 90 بيرسون. وأنا عندي 1,100 إيه؟ وركر أو بيرسون، يبقى نعمل دي ديفايد دي عشان نعرف محتاجين كام عربية. فنقول 1,100 ديفايدد باي 90 تمام؟ طيب هنا في نقطة بقى، هنا في زيرو كمان هنا، فنعمل ايه؟ هاجي في أول السؤال أقوم شايل زيرو من هنا مع زيرو من هنا، أشتلهم خالص، أمسحهم تمام؟ وأعمل بقى الباقي ديفايد. 81 ديفايد 9 هتديني 9 وأحط الإيه؟ الزيرو الباقي تبقى الإجابة 90. وبقول لك إحنا عندنا 9 كارز بس، فهل التران هيقدر ياخدهم كلهم في مرة واحدة؟ طبعًا نقول له إيه؟ هنقول له طبعًا ما ينفعش، لأن إحنا محتاجين 90 كارز. نيجي على الاكزامبل اللي بعده. مالك want to make falafel. He bought 360 pins for the store. He read that he would need 6 pins for each a falafel patty. How many falafel patties can he make with all the pins? انا عندي 360 pins وايه والساندوتش الواحد ياخد 6، يبقى 360 divided by a by 6. أقول 36 divided by 6 equal 6 وأحط الإيه؟ وأحط الزيرو. هسيب لكم ده برضه تحلوه. نيجي على الجزء اللي بعده. دي برضه استراتيجية من استراتيجيات الديفايد. يا ريت نركز قوي في درس النهاردة لأن معلوماته مهمة جدا كلها. هنبدأ بأول حاجة اللي هي Area Model and Division اللي بتتكلم عن الريكتانجل. الريكتانجل دي كنا خدناها لو تفتكروا فين؟ كنا خدناها في المالتبلاي. كنا اول حاجه بنيجي النمبر الثاني ونكتبه هنا. طيب ركزوا كده في الريكتانجل، احنا هنحل بطريقه ايه؟ هنحل الاول بطريقه مالتبل اوف 10. مالتبل اوف 10 يعني هنيجي على ال 5 تمام، ونعملها تايم 10 ونشوف النمبر موجود هنا ولا لا. 5 تايم 10 ب 15 صح، وال 50 مالها اصغر من ال 90. طيب مالتيبل اوف 10 ممكن ناخد 20، 5 تايم 20 ما ايكوال 100، بس ال 100 مش موجوده يبقى كده ما ينفعش. يبقى اخد 5 تايم ايه؟ 5 تايم 10. يبقى اول حاجه اعمل 5 تايم 10 اللي هي ب 50. انا عملت تايم 10 ها، اكتب ال 10 تحتها. طيب لما ادتني الاجابه 50 اتبقى كام من ال 96؟ هقول له 96 ماينس ال 50 هيبقى لي 46. طيب هل لو جيت اخد مالتيبل اوف 10 تاني هينفع لل 46؟ طبعا مش هينفع، لان اقل حاجه 5 تايم 10 ب 50 اكبر من 46. ففي الحاله دي هعمل ديفايد عادي بقى، هقول 46 ديفايد باي 5. اقرب حاجه في تيبل ال 5 لل 46 هي 5 تايم كام؟ 5 تايم 9 تمام ب 45. يبقى انا دلوقتي عملت مره تايم 10 ومره تايم ايه؟ تايم 9، يعني 10 و9. هنا ادتني 50 وهنا ادتني ايه؟ 45. 50 بلس 45 ب 95 ودي 96، فتبقى ريميندر كام؟ هي 1 شطار، والاجابه هنا هتبقى 10 بلس 9 ب 19 تمام. هنحل الوقت عليها ما تقلقوش عشان تفهموها جدا، مفيش نقطه باذن الله هنعديها لما تكونوا فاهمين. نيجي اكزامبل تحت اهو. 84 ديفايدد باي 6. طيب
اول حاجة قلنا هنعمل 6 تايم 10 ونشوف موجودة ولا لأ. 6 تايم 10 ب 60 ايه؟ هنا موجودة مظبوط. تمام؟ طب لو عملت 6 تايم 20 هتبقى اكبر من 64 يبقى مش هينفع. يبقى اول حاجة اقول له 6 تايم 10 ايكوال 60 واقوم كاتب ال 10 تحت. وبعد كده 6 تايم 10 ب 60 ودي 84 نعمل لهم ماينس 84 ماينس 60 هيتبقى عندي 24. طب ال 24 طبعا هعملها ديفايد 6. 24 ديفايد 6 بكام؟ 24 ديفايد 6 ب 4 يبقى 6 تايم ايه؟ تايم 4 ايكوال 24. تمام؟ وننزل ال 4 ايه؟ تحت. يبقى كده الإجابة عبارة عن 10 بلس ايه؟ 4 ايكوال 14. ماشي؟ يبقى هنا 10 بلس 4 ب 14 اكتب هنا بقى الايه؟ الإجابة. كده مفيش ريميندر طبعا. نيجي على اللي بعده. الإكزامبل اللي بعده 90 ديفايدد باي 4. طبعا في نقطة لازم ناخد بالنا منها قبل ما نحل عشان نبقى عارفين هل الرقم هيبقى ليه ريميندر ولا لا. هنرجع بقى لدرس المالتيبل لو تفتكروا. ماشي؟ المالتيبل اوف 6 قلنا لازم الرقم ينفع ديفايدد باي 2 باي 3. فهنلاقي ال 84 تنفع ديفايد 2 3، ده معناها ان الرقم ده مالتيبل لل 10 يبقى مفيش ريميندر. مفيش ايه؟ مفيش ريميندر. طيب نيجي هنا 90 ديفايدد باي 4. هنعمل اول حاجه 4 تايم 10 هتديني 40 مظبوط؟ تمام. طيب ما ال 40 بعيده قوي عن ال 90. طب نعملها 4 تايم 20. 4 تايم 20 يعني 4 تايم 2 ب 8 ونحط 0 80 وال 80 قريبه من الايه؟ من 90. يبقى الافضل نعملها 4 على طول تايم 20 تديني 80 ونقوم كاتبين 20 تحت هنا. طيب دي 80 ودي 90. دي 80 ودي 90 الفرق 10 صح؟ يبقى انا دلوقتي اللي اتبقى عندي 10 كان 90 ما عادش موجود، انا عندي دلوقتي 10 ديفايدد باي 4. طيب هل في 4 تايم حاجه تديني 10؟ طبعا هتقول لي ما فيش. يبقى اقرب حاجه 4 تايم كام؟ ها 4 تايم كام تديني رقم قريب من 10؟ 4 تايم 2 تديني 8 صح؟ طبعا نكتب ال 2 تحت هنا عشان ما ننساش. طيب يا مستر هنا 80 وهنا 8 يبقى 88 ودي 90 يبقى كده طبعا في ايه؟ ها شطار في ريميندر اللي هو ال 2 الباقيين فنكتب له هنا يبقى 20 بلس 2 ب 22 يعني الاجابه 22 بس في ريميندر ايه؟ 2. ماشي؟ هنا عندنا الاكزامبل دي برضه هسيبكم ايه؟ هسيبكم تحلوها. طب يا مستر لو 3 ديجيت نفس الفكره؟ نفس الفكره. هنا برضه 3 تايم برضه المالتيبل اوف 10 بس طبعا هنا عندنا 100 فنخليها ايه؟ 3 تايم 100 ب 300 وال 300 قريبه من ال 400 خلاص. يبقى عملت 3 تايم 100 الاول ب 300 نشتال 300 من الرقم ده ونبدا برضه نكمل بنفس الايه؟ نفس الطريقه. طيب نيجي على الاكزامبل ده. ساره سيفد 868 ماشي؟ She want to put them in 8 pots. يبقى عايزين نعمل 868 divided by 8 اهو divided 3 digit عشان ما تفكروش ان مش هعمل يعني 3 digit لا هعمل لكم واحده اهي. يبقى 868 divided by 8 هنيجي على ال 8 ونيجي على اكبر فاليو اللي هو ال 800. 8 تايم كام يديني 800؟ شطار 8 تايم 100 يبقى اول حاجه اقول له هنا ايه؟ 800 divided by 8 او اقول له 8 تايم 800 تمام 8 تايم 100 تمام 8 تايم 100 او 800 divided by 8 هتديني 100 ماشي الاثنين واحد. طيب اتبقى عندي كام؟ هي 68 يعني 68 divided by 8. طبعا مفيش حاجه اسمها 68 divided by 8. امال ايه يا مستر؟ اقرب حاجه لل 8 اقرب حاجه لل 68 في تيبل 8 هي ال 64 اللي هي 8 تايم 8 صح؟ فهنخليها 64 divided by 8 هتدي لك ايه؟ 8. يبقى كده احنا عندنا خدنا 800 وخدنا 64 يبقى كده 864. من ال 68 يبقى لسه في ريميندر كام؟ هي 4 شطار يبقى الاجابه 100 بلس 8 ماشي؟ الريميندر اللي فوق اهي ونقول له هنا الاجابه 100 ايه؟ 8. يبقى الاجابه 100 8 والريميندر 4.
ننتقل لجزء تاني في الدرس بتاع النهاردة اللي هو partial quotient algorithm. ايه partial quotient algorithm ديت؟ ماشي، هي برضو تعتبر ايه نفس طريقة الايه المالتيبل، ماشي، بس معمولة بس بشكل عمود كده. طبعا احنا هنشوفها دلوقتي وهنحل عليها بإذن الله، ما تقلقوش. يعني هنجيب على طول example اهو. عندنا هنا 7 divided by 4. طيب طبعا احنا بنبدأ بأكبر value، 4 تايم كام تديني 800؟ ها هنعتبرها 4 تايم كام تديني 8؟ 4 تايم 2، فدي 800 يبقى 200، يبقى 4 تايم 200 هتديني كام؟ هتديني 800. تمام، هيشتل من هنا 800 هتديني 97. نيجي على 97، 4 تايم كام تديني 90، او 4 تايم كام تديني 9 وبعد كده بزود الزيرو، طبعا 4 تايم 2 ونحط لها زيرو، يبقى 4 تايم 20 اللي هي تديني كام؟ تديني 80. هنشتري ال 80 من 90 ايه؟ من 97 هتدي لك 17. مظبوط؟ نيجي بعد كده 4 تايم كام تديني 17؟ اقرب حاجه 4 تايم 4 شطار ب 16 واتبقى 1. خلاص كده ال 1 ده ريمندر. نجمع بقى اللي احنا عملنا لهم تايم اللي هي ال 200 وال 20 والايه وال 4، يبقى الاجابه 224 واتبقى ريمندر كام؟ 1. تعالوا نجيب اكزامبل، طبعا في اكزامبلز كتير اهيت، ماشي، نحل واحد كمان اهو. 87 divided by 4، 87 divided by 4، نيجي على الايه؟ على ال 8 اللي هي ال 80 هنعتبرها 8، ونقول 4 تايم كام ب 8؟ هتقول لي 4 تايم 2، هقول له جميل اكتب 2 وحط جنبها 0 لان دي المفروض 80. ماشي؟ طيب طبعا هنكتب ال 80 ونعمل ماينس عشان نجيب الباقي اللي هو 7. طب 4 تايم كام ب 7؟ مفيش، اقرب حاجه 4 تايم 1 هتديني 4 ونعمل ماينس، يتبقى لي ريميندر كام؟ 3، يبقى الاجابه 21 ويتبقى ريميندر 3. هنيجي بقى لاول اكزامبل عندنا تحت. اول حاجه اقول 67 divided by 4، نكتب هنا 67 وهنا الايه؟ ال 4. طيب دي 60 اللي هنبدا بيها، هنعتبرها 6. 4 تايم كام ب 6؟ هتقول لي 4 تايم 1، بس دي 60 فنخليها كام؟ ها شطار، نخليها 10. طيب 4 تايم 10 ب 40 ونعمل ماينس، تمام، هيتبقى لي كام؟ هيتبقى لي 27. طيب 4 تايم كام ب 27؟ في واحد يقول لي يا مستر هنعملها ايه؟ ها 4 تايم كام؟ يعني نشتغل على التنس بس. 4 تايم كام ب 20؟ هقول له 4 تايم 5 ب 20 ونعمل ماينس، اتبقى لي ايه؟ اتبقى لي 7. 4 تايم كام ب 7؟ طبعا هتبقى 4 تايم اقرب حاجه 1، ماشي، ب 4 ونعمل ماينس، اتبقى لي كام؟ 3 اللي هو الايه؟ الريمندر. يبقى كده الاجابه 10 و 5 1 يعني 16. تمام؟ طبعا الريمندر ايه؟ 3. نيجي بقى للاكزامبل اللي بعده، 84 divided by 3. طبعا احنا من النظره الاولى هنعرف ان ال 84 تنفع divided by 3 من غير ريمندر. طبعا انتوا عارفين ليه؟ عشان ال 84 مالتيبل 3. عرفنا منين؟ جمعنا ال 4 وال 8، ماشي، طلعوا 12، وال 12 مالتيبل 3. طيب تعالوا نشوف الستبس بتاعتنا يلا. اول حاجه هنشوف 3 تايم كام ب 8، تمام؟ وبعد كده نحط 0 طبعا عشان هي 8. هنلاقي 3 تايم ايه؟ تايم 2 يعني 3 تايم 20 هتديني 60 ونعمل ماينس، هيبقى لي 20 ايه؟ 24. نروح لل 2 اللي هي 20، 3 تايم كام ب 20؟ طبعا اقرب حاجه 3 تايم 6 ب 18 وهنعمل ماينس، هيبقى لي 6. خلاص طبعا ما عادش الا 3 تايم ايه؟ تايم 2 تديني ايه؟ 6 ونعمل ماينس هيديني ايه؟ 0. يبقى كده الاجابه 20 وادي 6 وادي 2 يبقى 28. نيجي على الاكزامبل اللي بعده، 625 divided by 5. برضه هنعرف ان مفيش ريميندر لان divided by 5 لازم الوانس يكون 0 او 5، وعندنا هنا ايه؟ 5 اهي. نبدا اول حاجه بال 600
5 تايم كام تديني 6؟ 5 تايم 1 ودي 600 يعني 100 تمام. طيب 5 تايم 100 ب 500 ونعمل ماينس هيتبقى لي 120 ايه 5. نيجي بعد كده على ال 100 5 تايم كام ب 100 اعتبرها 5 تايم كام ب 10 بلاش 100 يبقى 5 تايم 2 وحط لها 0 تبقى 20. حاولوا تسهلوا عن نفسكم. طيب فتبقى كام؟ هتبقى 100 نعمل ماينس هيتبقى لي 25 ماشي. ممكن نقوم قايلين على طول 5 تايم كام ب 25 وممكن نقول 5 تايم كام ب 20 الاول وبعد كده ايه نكمل ماشي. فنقول على طول 5 تايم ايه 5 ب 25 وكده الايه السؤال خلص يبقى الاجابه 125. ننتقل لجزء تاني ده طبعا هسيب لكم برده تحلوا الاسئله ديت تمام. ننتقل لجزء تاني وهو الستاندرد ديفيجن الجوريزم اللي هي الطريقه العاديه. بس قبل ما نبدا بيها ناخد حاجه اللي اسمها استيميت كوشنت. استيميت كوشنت ايه الاستيميت كوشنت دي؟ لما اجي اقول لك 68 ديفايدد باي 4 ديفايدد باي 4 هنيجي على الفور نستخدم برضو جزئيه المالتيبل اوف 10. 4 تايم 10 ب 40، ال 40 موجوده هنا طبعا صح؟ جميل. يبقى هيسالك حاجتين، اولا ال 68 دي between كام اند كام؟ between كام اند كام؟ والكوشنت هيكون ما بين كام وكام؟ طيب هنعرفها ازاي؟ قلنا هنجيب مالتيبل اوف ايه؟ اوف 10 اللي هي 40 وال 40 قبل دي. طيب المالتيبل اوف 10 تاني اللي هو مع ال 40 هيبقى بعد دي ولا قبلها؟ هيبقى بعدها اللي هي 4 تايم 20 يعني 4 تايم 2 ب 8 صح؟ يبقى كده ال 68 ما بين ال 40 وبين الايه؟ بين ال 80 اللي هي 4 تايم 10 و 4 تايم 20 او زي ما قلت لكم اعتبروها 4 تايم 1 و 4 تايم 2 وبعد كده احط الزيرو. يبقى كده ال 68 ماشي between 40 and 80. يبقى الكوشنت تمام عشان نجيبه هنعرفه عن طريق ال 40 وال 80 اللي هي 40 ديفايد 4 و 80 ديفايد 4. انا اعتبرها 4 ديفايد 4 ب 1 نحط له 0 و8 ديفايد 4 ب 2 نحط لها ايه 0 يبقى الكوشنت ما بين ال 10 والايه وال 20. تعالوا نجيب واحده كمان اللي تحتيها اهي 752 ديفايدد باي 3 نجيب مالتيبل اوف 3 او 3 تايم كام تديني 7 3 تايم 2 صح ودي 700 يبقى 200 مظبوط ماشي. طيب يبقى 3 تايم 200 ادتني كام؟ ادتني 600 يبقى دي ما بين ال 600 و ايه اللي بعد بقى 600 تاني؟ هنجيب المالتيبل اوف 3 اللي بعدها احنا قلنا 3 تايم 2 يبقى 3 تايم 3 اللي هي 9 ونحط لها زيروهين تبقى 9 ايه؟ 900 يبقى كده النمبر ده ما بين ال 600 وال 900. طب الكوشنت الاجابتين اللي احنا قلناهم لل 600 و 900 هنعمل الاثنين ديفايدد باي ايه؟ 3 هيدوا لك 200 و3 ايه و3 100. تعالوا بقى نحل عليها. اول اكزامبل عندي هنا 75 ديفايدد باي 3. طيب الديفيدند بتوين كام وكام؟ هاخد ال 3 مع اول نمبر هو 7. 3 تايم كام ب 7؟ هتقول لي اقرب حاجه تايم 2 هيديني 6. جميل. يبقى اول رقم عندي 6 بس هحط له 0 لان دي في التنس يبقى 60. المالتيبل اوف 3 اللي بعدها هي 60 دي اللي هي 3 تايم 20 صح او 3 تايم 2 اللي بعدها 3 تايم 3 ب 9 يبقى 90. وبعد كده ال 60 ديفايد 3 او اللي احنا قلناها من شويه اللي هي 3 تايم 2 و 3 تايم 3 يعني 20 وايه و 30. نيجي على الاكزامبل اللي بعده 3 تايم كام ب 8؟ اقرب حاجه 3 تايم 2 ب 6 تمام اللي هي 600 وبعدها 3 تايم 3 ب 9 ايه 900. طبعا هنقول 600 ديفايد 3 او 3 تايم كام ب 600 اللي هي 200 اند ايه اند 300. طبعا انت بتحلوا الجزئيه دي برضو. نيجي بقى على يعتبر اخر فكره عندنا واهم فكره ودي الفكره اللي احنا يعني كلنا نشأنا عليها الفكره دي
فكرة الديفايد العادية اللي هي الستاندرد ديفايد. تعالوا نشوف بتتحل ازاي. احنا عندنا هنا اكزامبل زي ما احنا شايفين 98 ديفايدد باي 4. هنعمل ديفايد عادي ما فيش بقى مالتيبل اوف 10 ولا اي حاجة. 9 ديفايدد باي 4. طيب اقرب حاجة في تيبل الفور لل 9 هي ال 2، فهم كاتب له هنا 2. ليه؟ لان 2 تايم 4 ب 8 وال 8 قريبة من 9 مظبوط؟ فقوم جاي بعد كده اقول له 2 تايم 4 ب 8 واكتب 8 تحت الايه؟ تحت ال 9 واقوم حاطط هنا 0 تبقى بالمنظر ده. تمام؟ حط هنا 0 او مش عايز تحط 0 ما تحطوش عادي يعني. تاني نبدا ستيب باي ستيب. اول خطوه بنعمل ديفايد 9 ديفايدد 4 هتدي لك 2 اقرب حاجه. تاني خطوه نعمل ملتبلاي. تمام؟ سيبكوا بقى من اللي مكتوب هنا ده خالص. اول حاجه نعمل ديفايد، التانيه ملتبلاي ونجيب الايه؟ ونجيب الريزلت. التالته هتبقى ماينس، الرابعه نرجع نعيد نفس الخطوات من تاني. ماشي؟ طيب احنا عملنا هنا ماينس 98 ماينس 8 اداني 18. ارجع ابدا من تاني من بس من هنا بقى 18 ديفايدد باي 4. احنا بدانا ديفايد من جديد 18 ديفايدد باي 4 هتديني ايه اقرب حاجه؟ هتديني 4 اهي. عملت ديفايد، بعد كده نرجع نعمل تايم 4 تايم 4 ب 16، وبعد كده نعمل ماينس اهي اتبقى لي 2. ما عادش في ارقام هنا خلاص، يبقى الريميندر ايه؟ 2. نحل عليها اكزامبل بقى عشان نفهم. دي طبعا الخطوات كلها، بس طبعا انا مش عايز يعني، انا حبيت اعرضها لكم بس طبعا انا هحلها معاكم بالراحه كده عشان ايه ما نتلخبطش. يبقى احنا عندنا بنعمل اول ديفايد، بعد كده ملتبلاي، بعد كده ايه؟ سبتراكت، وبعد كده نبدا من تاني ديفايد ملتبلاي سبتراكت وهكذا لحد ما المساله ايه؟ تخلص. نيجي بقى سؤال. عندنا هنا 65 divided by 5، فنكتبهم الأول 65 divided by إيه؟ 5. 6 divided by 5 أو 5 تايم كام ب 6؟ أقرب حاجة 5 تايم 1 ب 5 ونعمل ماينس. تمام؟ هيتبقى عندي كام؟ 1. أنزل له ال 5، أنزل ال 5 بقت 15. نبدأ من تاني بقى، يبقى إحنا عملنا الأول ديفايد وبعد كده تايم وبعد كده ماينس. نبدأ من تاني بس من تحت، خلاص اللي فوق ده ما عادش ليه دعوه بيه. 15 divided by 5 هتديني 3، كده عملت ديفايد وبعد كده تايم. 3 تايم 5 ب 15 وبعد كده نعمل ماينس اخر حاجه هيتبقى لي 0، تبقى الاجابه كام؟ 13. اقوم كاتب الاجابه هنا. تاني اكزامبل تاني وبالراحه برضو. 97 divided by 4، هنبدأ بال 9. 9 divided by 4 أو 4 تايم كام يديني 9؟ أقرب حاجة 4 تايم 4 تايم 2 شطار هيديني 8. نعمل ماينس، إحنا عملنا ديفايد تايم ماينس هيتبقى 1. بعد ما تعمل الماينس لازم الرقم اللي بعده تنزله تحت، يبقى 17. 17 ديفايدد باي 4 أقرب حاجة كام؟ ال 4 شطار، عشان 4 تايم 4 ب 16 ونعمل ماينس هيتبقى لي إيه؟ هتبقى لي 1. طبعا ما عادش في ارقام هنا هنزلها، يبقى ده ريميندر والاجابه كام؟ 24. يبقى 24 الاجابه وعندي ريميندر 1. نيجي على الاكزامبل اللي بعده 456 divided by 3، هنكتبهم اهو ونبدا نعمل ديفايد. 4 divided by 3 ايكوال كام؟ شطار ايكوال 1، عشان 1 times 3 ب 3 ونعمل ماينس هيتبقى عندي 1. انزل مين؟ ها؟ انزل على الدور ال 5 بس كفايه. 15 divided by 3 equal equal 5 شطار. 5 times 3 15 نعمل ماينس. طبعا مش هتبقى حاجه، هتبقى 0. فنزل مين؟ انزل ال 6 واقول له 6 divided by 3 equal كام؟ equal 2. طبعا بعد كده نقول له 2 times 3 بايه؟ ب 6 ونعمل ماينس، هيتبقى عندي في الاخر 0. يبقى مفيش ريميندر كده، المساله خلصت. أقوم كاتب له الإجابة 152. هنا بقى جزئية أخيرة في الدرس اللي هي إيه؟ Division and Multiplication. طبعًا اللي إحنا إتكلمنا عليه إحنا كده خلصنا الديفايد خلاص. كده خلصنا الديفايد.
ماشي. هنا بيتكلم عن ايه؟ بيقول لك يعني الطرق اللي احنا خدناها كلها ماشي، يعني انا مش شايف ان الجزئية دي مهمة خالص ماشي. هنا بس بيعد لك الجزئيات اللي احنا خدناها ماشي. طيب نيجي بقى على الجزئية اللي تحت دي، هي اللي مهمة. ايه هي؟ هنا جاب لك problem اللي هي المسألة، وبقول لك هات لي number of digits of quotient. The quotient is between، دي طبعا قلناها، using standard division algorithm، دي برضو لسه قايل لنا حالا. طيب اول حاجة لما يكون عندي example زي ده وقول لي the number of digits of quotient، عدد الديجيتس بتاعت الإجابة كام، هعرفهم ازاي من غير المحل؟ بسيطة جدا، هنبص على greatest value والرقم ده. لو greatest value قد ده او اكبر منه هيبقى الكوشنت قد عدد الديجيتس اللي هنا. تاني، لو greatest value قد الرقم ده او اكبر منه ماشي، يبقى الإجابة هتبقى العدد بتاعها قد عدد الديجيتس اللي هنا. طب لو greatest value اصغر من ديت يبقى الإجابة اصغر من دول ب1، يعني لو دول 3 يبقى الإجابة تطلع 2 digits بس. تمام. طيب الكوشنت بتوين ايه، دي طبعا لسه قايلينها، هناخد ال4 والجريتست فاليو هنا اللي هي 4. تمام. طبعا 4 تايم 100 ب 400، ونجيب المالتيبل بعديها اللي هي الايه، ال800 اللي هي 4 تايم كام، 4 تايم 200، يبقى ما بين ال100 وال2 ايه 100. وهنا طبعا بنعمل مساله ديفايد عليه. نجيب برضو اكزامبل على الكلام ده. هنا الاكزامبل الاولاني ده هما حالينه برضو ماشي. هنجيب احنا ايه اكزامبل من عندنا، بس في نقطه هنا لو خدتوا بالكم منها، 278 ديفايدد باي 6، الاجابه طلعت 2 ديجيتس بس. ليه؟ ايه الجريتست فاليو هنا اصغر من دي، فبننقص ايه واحد من هنا. طيب الاجابه هتبقى ما بين الزيرو والايه وال100. تمام. عرفت منين ان 100 يا مستر؟ لان اكبر فاليو هنا عندي 100، لو اكبر فاليو عندي 1000 يبقى الاجابه بين الايه برضو النمبر والايه وال1000. طيب نيجي على الاكزامبل ده، 845 ديفايدد باي 5، اول حاجه الاجابه هتكون كام ديجيت؟ هنبص هنا اكبر فاليو 8 اكبر من 5، يبقى الاجابه هنا على قد الديجيتس دول اللي هم 3، يبقى 3. طب الاجابه هتكون ما بين كام وكام؟ 5 تايم 100 ب 500 اصغر من دي، و5 تايم 200 ب 1000 اكبر من دي، يبقى ال100 والايه وال200. نبدا نعمل مساله ديفايد بقى بتاعتنا عادي. نكتب هنا ال845 وهنا ال5 ونبدا نعمل مساله الديفايد بتاعتنا. يلا 8 ديفايد باي 5، اقرب حاجه كام؟ شطار 1، عشان 1 تايم 5 equal 5، هنعمل minus، هيتبقى عندي كام؟ 3. ننزل ال 4 يبقى 34 divided by 5. 5 تايم كام ب 34؟ اقرب حاجه ايه؟ شطار، 5 تايم 6 ب 30، هنعمل minus وهيتبقى لي 4، انزل لها اخر digit اللي هو الايه؟ اللي هو ال 5. 45 divided by 5 طبعا بكام؟ ب 9، عشان 9 تايم 5 ب 45 نعمل ماينس هيتبقى 0. كده المسألة تعتبر خلصت. دي الجزئية الأخيرة اللي عندنا، معلش إني طولت عليكم في الدرس. الجزئية دي بتتكلم عن الستور بروبلم، دي بس هفهمها لكم مش أكتر، وبعد كده طبعا أنت تحلوا عليها عادي، ما هيش مستاهلة يعني. لما يجي لأي ستور بروبلم بيقول لك مطلوب منك تلات حاجات. أول حاجة what happens in the problem، ايه اللي حصل في السؤال؟ هتقول له ايه اللي حصل؟ There are a number of different siblings that we want to divide into a six room، يعني عندنا بعض الحاجات عايزين نعملها divided. هتوضح له طبعا اللي انت شايفه في السؤال، احنا عايزين نعمل كذا divided كذا. بعد كده يجي يقول لك what are the values in the problem، هتجيب له كل ال values اللي عندك. واخر واحدة بيقول لك what question can be asked in the problem، ايه السؤال المفروض يتسأل؟ هتقول له طبعا السؤال المفروض يتقال ايه؟ How many siblings are there in each row؟ طبعا السؤال اصلا كده كده هيكون جايبهولك يعني.
كل ما في الامر اللي انت بتفسر له السؤال. ماشي، كل ما في الامر اللي انت بتفسر له السؤال. السؤال ده طبعا ده اللي هيبقى عندكم، او الشبيه ليه يعني، اللي هيبقى عندكم في اللي هي المهام. لو تفتكروا في حاجة عندكم اسمها مهام تربوية، او مش فاكر اسمها مهام ايه. ماشي، المهام دي هيجي لكم اكزامبل زي ده. ماشي، يقول لك فيما معناه يعني فسر لي السؤال. فانت هتطلع منه ثلاث حاجات: what happens in the problem, what are the values in the problem, what a question can be asked in the problem. ده كده كان درس النهارده. لو في اي حاجه وقفت عليكم يا ريت تكتبوا لي في كومنتات، او تدخلوا على طول على اللينكات بتاعه جروب الواتساب والفيسبوك والتليجرام، هتلاقوا طبعا الروابط تحت الفيديو. ادخل على اي جروب منهم واكتب لي السؤال اللي انت مش عارفه، انا ان شاء الله هساعدكم فيه. وطبعا ما تنسوش تابعونا على انستغرام وتويتر، ولو عجبتك الحلقه ما تنسيش تعمل لايك وسبسكرايب وشير عشان اكتر عدد من الناس تستفيد. نشوفكم الحلقه الجايه باذن الله من برنامجكم شرح ماس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.